كل مرة اروح اتفرج على الحلقة اقول طب انا ما فتهمش في حاجة خالص. يعني بنقعد نتكلم على حكاية الجواز كتير قوي، والعلاقة بين الأزواج، وإزاي العلاقة دي تبقى كويسة، وإزاي تختاري صح، وإزاي ربنا يوفقك وتكملي على طول، وما فيش حد فينا بيقول حاجة قاطعة. يا يعني إما بتلاقي تليفونات جت ناس كتير قوي بتعيط بتقول أنا حصل لي وعمل لي وسوى فيا وبتاع، يا يعني إما ناس تكلمك تقول لك ده إحنا قعدنا سنين طويلة جدا 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 نحب بعض ومتفاهمين جدا، وربنا يخلي لي جوزي وربنا يخلي لي مراتي. أيوه، ايه الغلطة اللي دول عملوها وايه الصح اللي دول عملوه؟ ما بتقدرش تعرف. ولدرجة ان انا فعلا ساعات بقول هي فعلا بقى نصيب، او فعلا هو توفيق من عند ربنا، بس اكيد يعني اكيد هو جزء كبير كده، ولكن اكيد في مقومات برضو بتخلي الزواج صح. يعني يعني أكيد 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 كل واحد أخفق في جوازاته أكيد ليه غلطة، يا إما غلطة في اختياره، يا إما في غلطة إن هو بيتنازل ويقبل مثلا حد ناقص في حاجة بالنسبة له عشان الظروف وعشان الناس وعشان عايز يتجوز، أو إن في العشرة نفسها فكرة إنك تضمن إنك خلاص اتجوزت. يعني لما ست تضمن ان ده راجل خلاص بتاعها، فخلاص تبطل بقى تهتم بنفسها وتبطل تعامله كويس، هو كمان يعتبرها كرسي في البيت، ما خلاص خدها. للأسف الشديد احنا ستات ورجالة بيبقى عندنا برضو الشغف بتاع الاول ده، في جزء منه تحقيق الذات، يعني اللي هو ده عجبني فهاخده يعني تارجت او هدف، ف يعني يقول لك هجيبه يعني. وفي حب، مع انه والله انا ايقنت بعد هذا السن ان حب العشر اقوى. يعني الحب بتاع انك تقعد مع حد مدة طويلة اقوى بكتير، وممكن تقعد مع حد مدة طويلة تكرهه جدا 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 مش عايز تشوفه تاني. يعني هنقعد نتكلم عن الجواز على الحلقة، يمكن أفيدكم وأفيد نفسي، ونشوف الظواهر اللي هي فيها شتتان دي. يعني احنا عارفين ان في مشاكل، أقصى حاجة ممكن تحصل مثلا ان واحد ما يدفعش نفقة عياله، ستة تبقاش عارفة مش عايزة فتتطلق ومقعدها كده زي البيت الوقف. لكن في قضايا بتحصل بتخلي الواحد ما يفهمش هو ليه، ازاي بيحصل كده، ازاي الامور بتوصل لكده، ازاي من دبلة وفرح وشربات وحاجات كده للاكستريم ده او للشطحان ده. تعالوا نشوف مع بعض. قولي بقى ايه القصة من اول؟ القصة كلها ان انا اتجوزت واحدة، انا يعني كانت جوازت صالونات بمعنى اصح. اول كان اعتبر من اول يوم جوازي، من يوم الصباحية بدأت تجيلي مكالمات ان هي بتخوني، بتعرف ناس، ما صدقتش لان انا يعتبر لسه واحد اول جوازة لي، ومش عايز يخرب بيته، انا مش من النوع اللي بحب يخرب بيته. شوية وبص لقيت يعني تعمل مشاكل وتاخد بعضها وتمشي، فروحت لأهلها وشكت لهم وقلت لهم في ناس بتتصل وبتقول كذا وكذا، قالت لي لا ده ناس عايزين يخربوا عليها، كان واحد عايزها قبل الجواز قبل أنا ما أخدها، وهو اللي بيسلط الناس ديت إن هي تتصل بيك وغير رقم تليفونك، وما غيرش رقم تليفونك، غيرت رقم تليفوني وبرضه بيجيبوه معرفش منين. فكل شهر شهر ونص تاخد بعضها وتمشي من غير اي سبب. بعد فترة، بعد حوالي 3 سنين من فترة جوازنا، يعتبر الفترة كلها ما كملش 6 شهور، لو هجمعها كلها في خلال ال 3 سنين دول ما كملش 6 شهور،
بعد ما مشيت اخر مره واحد صاحبي بديله كارت ميموري عشان يحط لي عليه شويه اغاني. ميموري ده لقيته فين؟ لا ده بتاعي، الكارت ده بتاعي، اديته لواحد صاحبي يحط لي عليه شويه اغاني، فاخده واداه لواحد صاحبه يحط له عليه برضو شويه حاجات. فالمهم بالصدفه بحط له شويه حاجات يعني مش مظبوطه، الله اعلم بس جت ازاي. المهم رجعه له تاني وهو حط لي عليه شويه اغاني وجده لي. بفتح الكارت بالصدفه على اساس بالاغاني وكده، وبطلع الاغاني اللي انا اللي هو نزلها لي الجديده، ببص لقيت الفيديو ده قدامي اتصدمت. ايه بس ثانيه واحده، انت بتقولي ان صاحبك ده حط الفيديو بالصدفه يعني؟ اه هو صاحبه الاولاني اللي انا ما اللي انا ما اعرفه. يعني صاحبه الاولاني حط فيديو بالصدفه هو ما يعرفكش؟ طلعت مراتك؟ لا ده هو كان كام واحد، مش واحد لوحده، مش واحد فيهم طلعت مراتك؟ بالصدفة. آه بقى انا ما اعرف، يمكن ربنا عمل كده وبعتهولي عشان انا عارف انا ايه من جوه. جابوه منين؟ هو انا اللي انا وصلت له ان انا ما وصلت لصاحبي ده، قال لي انا اديته لواحد صاحبي تاني بيحط لي عليه شويه حاجات، اتصلنا بيه قال لي ان هو جاب نزل الحاجات دي من على النت. وايه اللي رفع الفيديو على النت؟ الله اعلم، ما انا ما اعرفش. انا بيقول ان هو موجود في موقع، وبعد كده اما رحنا لمديريه الامن عملت خدمة ومعلومات الانترنت، طلعت بحثوا عليه على الموقع وطلعوه لقوه فعلا موجود عليه. اخدت جواب من هناك من مديرية الامن اسكندرية واخدتها ورحت على نيابة الدخيل، عملت القضية وقعدت حوالي سنة في التحقيقات، والتحقيقات اثبتت الكلام ده. اثبتت ازاي ان هي بقى؟ اثبتت الواقع، اثبت من السمعات بتاعتها في قلب البلد ان الناس كلها هناك عارفة. بس المشكلة ان هناك نوع الفلاحين ان هما بيحبوش يجيبوا في سر بعض لأي حد خارج البلد. لا اثبت ازاي ان الفيديو ده هي اللي فيه؟ معلش حضرتك، يعني اكتر واحد يعرف في الدنيا البني ادمة دي اكتر من امها جوزها، جوزها هو اللي يعرفها اكتر من دي. صدفة غريبة يعني، صدفة غريبة يعني. ربنا اللي يعلم، لان انا والله والله عمري ما ظلمتها في حاجة من يوم ما اخدتها ليوم ما مشيت. طب هي كانت موجودة اصلا ولا يعني كانت موجودة؟ لا كانت عند اهلها في نفس الحوار. غضبانة يعني؟ غضبانة لوحدها من غير اي سبب، اروح شغلي ارجع من شغلي ما لقاهاش، الاقي باب الشقة مفتوح، الدواليب متاخدة الهدوم كلها واخدتها ومشت من غير اي سبب. المهم رحت عملت القضية، قعدت سنة في التحقيقات، والتحقيقات اثبتت وحققوا معايا انا كمان، ونزلت جلسة واتحكم فيها في اسبوع. جلسة النهاردة بعدها بأسبوع أخذت فيها الحكم، أخذت بيها جواب أمر وضبط من النيابة بالقضية بالحكم، ورحت وديته للقلب الاسم بتاع اسم كفر الزيات. والله والله كنت فاضل لي شوية أبوس إيده ورجله الضابط، ضابط المباحث، عشان يجيبها. طب وأنت لما رحت وقلت لها إن في فيديو، قالت لك إيه؟ قالت لي الفيديو ده مش بتاعي ومش بتاعي وأنت اللي مركبه. طلع عموما مدام انت قلتي مدام انا اللي مركبه، عامه مفيش حاجه اسمها فيديو بيتركب، لو صوره كان ممكن، لكن مدام فيديو متحرك وانا رحت مديريه الامن واثبتت هناك اللي هو سليم 100%، وقالت لي لا انت اللي مركبه. قلت لها بس لو في شك 1% من كلامك، لو في ان انا شكك 1% في الفيديو ان ده مش بتاعك، بكلمه التركيب دي اكدتي لي فعلا ان هو بتاعك، مش عايز منك حاجه اكتر من كده. واخدت الحكم من قلب النيابه ورحت بيه على اسم كفر الزيات، ورايح جاي على اسم كفر الزيات عشان الضابط يعمل اي حاجه عشان يجيبها، وعشان ابوها ليه معرفه هناك. مش كل ما اروح له يقول لي في حمله طالعه هنجيبه، في حلقه هنجيبها، في حمله طالعه هنجيبها، ولا في حاجه. بقى لي سنه وسبع شهور مفيش اي جديد، من شهر 10 اللي فات لا اللي قبله اخد الحكم. طب انت عايز تسجنها ليه يعني؟ ليه ما تطلقهاش وتسيبها وخلاص؟ طب انا حقي فين؟ طب ما انا كنت قادر ان انا اذيها وقلت اخد حقي بالقانون، وربنا بعت لي دليلي لغايه عندي عشان اعرف ان انا ما ظلمتهاش في يوم من الايام، وانا اصلا مش متاكد كده ان دي بنتي ولا لا. مفيش اي حاجه تثبت دلوقتي باللي انا فيه ده ان دي بني ادمه دي بنتي ولا لا. انت ما بتشوفش بقى بنتك خالص؟ بقى لي 3 سنين ما شفتهاش من قبل القضيه دي ما تترفع، من ساعة ما عرفت، من قبل ما تعرف كمان يعني، كان بقالها شهر عند أهلها وبالصدفة لقيت الفيديو ده. أما عرفت
اتقطعت خلاص، ولا في تليفونات ولا مكالمات ولا اي حاجه. انت عايز ايه؟ انت عايز الحكم يتنفذ؟ عايز الحكم يتنفذ، اخد حقي زي الناس. انا ولا اذيت ولا عملت ولا عملت اي حاجه. اتجوزت دلوقتي غيرك؟ اتجوزت واحد تاني. طلقتها ولا ايه؟ طلقتش، لقيتها رافعة عليا قضية خلع من غير انا ما طلق ولا اعرف بيها اساسا. انا اتفاجئت ان هي اتجوزت. طب اتجوزت طلقت ازاي؟ المفروض اللي انا اعرفه المفروض في اعلام يعلنوني بالقضية. انا ولا في اعلان جالي ولا في اي حاجة جاتلي. انا جاتلي بالصدفة ان انا عرفت ان هي اتجوزت. رحت كشفت لقيتها رافعة عليا قضية طلاق وكذبتها، قضية خلع. طب بناء على ايه قضية خلع؟ انا رجعت لك حاجتك اللي خدتها منك؟ رجعتش حاجه، هي تخلع وخلاص وكسبت القضيه وشكرا. انا ما اعرفش عنها حاجه، انا عرفتها بالصدفه. فانت عايز تنفذ الحكم؟ انا عايز اتنفذ الحكم، اخد حقي. انا ولا اذيت ولا عملت اي حاجه وخدت حقي بالقانون، ليه مش عايزين ينفذوا لي؟ انا مش عارف. وبنتي انا مش عارف هي دي بنتي اصلا ولا لا. اللي انا لقيته ده، معلش انا اسف يا مدام ريهام، يعني الفيديو اللي انا شفته ده مؤاخذه، انا اسف لحضرتك. يعني انا هي معايا بس مش انا. هو الفيديو ده هي يعني انا بس مش انا، يعني كانها معايا انا بس مش انا. طيب مش عارف الفيديو ممكن يبقى قبليك. تعرفك؟ طب قبل ما تعرفني ازاي؟ قبل ما تعرفك؟ لا مش قبل ما تعرفني. ليه؟ لان المكالمات اللي كانت بتجيلي كانت بتثبت لي عكس كده. المكالمات اللي بتجيلك دي فعلا حد عايز يخرب عليك؟ لا مش حد عايز يخرب عليا، لان انا رحت لشيخ البلد هناك، شيخ البلد والعمده، واثبتوا لي كلامي ده. مش قصدي يعني لما اكلم حد اقول له دي مراتك كذا يبقى انا عايزه يطلقها. مش شغالين احنا مصلحين الكون يعني؟ مش مصلحين، بس ده دول اثبتوا لي الكلام والناس. مش تمام، بس اللي ماشي. هو يعني جبت كل ده ماشي. ما هو مش انت يعني لو الكلام ده صح، مش هي الوحيده اللي مشيها بطال قبل الجواز. ما في ناس بتعمل كده وتتجوز وخلاص. بدليل ان هي لما سابتك اتجوزت، ما مشيتش على حد شعرها يعني. لا ما هو قصه جوازها دي انا عرفتها بالصدفه، لان كان في واحد بالصدفه، هو واحد جه اشتغل عند جنبنا هنا عند ابو تلات في مطعم. والدي كان شغال في حد، اخويا كان شغال حداد وبيركب له شغل. بالصدفه هو البني ادم ده قابلناه، وقابل اخويا. انت منين؟ انا من الحته الفلانيه. طب تعرف فلان؟ اعرف فلان. ده كان متجوز بنته، كانت متجوزه هنا ومش هنا. وقال لها، قال له فعرف بنته؟ قال له انا اخو اللي كان متجوز. المهم قال له دي لسه متجوزة. قال له ازاي دي لسه على ذمته؟ قال له ده لسه، حتى كان في شهرها فرحها كان في شهر 5 تقريبا. فخدنا بعضنا وسافرنا على المحكمة، ولقينا ان هي رفعت قضية خلع وكسبتها من غير انا ما اعرف عنها اي حاجة. واتجوزت. مفكرتش تروح لها بقى ولا تقابل جوزها ولا تشوف دي بنتك ولا لأ؟ لا. ولا فكرت تشوفها؟ لو رحت هناك هيبقى في مشاكل جامده قوي. ولا فكرت تشوف بنتك؟ مش عارف اروح هناك، ومش عارف هي بنتي ولا لا. بس هي شبهك دي كان عندها سنه فيها، دلوقتي مش شايف 7 سنين. شفتهاش من 6 سنين؟ لا دي الصوره دي كان عندها سنه بس، هي دلوقتي ماشيه في 7 سنين، عندها 6 سنين. شفتهاش بقالك ايه؟ قد ايه؟ بقالي حوالي 3 سنين، ما اعرفش عنها حاجه. طيب فانت عايز تعرف البنت دي بنتك ولا لا؟ ولو بنتي انا عايزها، انا اربيها، انا اولى بيها. اذا كان هي اتجوزت الله يسهل لها الحال بعيد عني، بس البنت دي تعيش في مكان تعرف تطلع فيه بني ادمه كويسه. لان اللي انا اكتشفته كمان ان والدتها عارفه بكل حاجه. انا اكتشفته ان والدتها عارفه بكل حاجه، بسبب في يوم من الايام لقيت تسجيل كان معايا كتليفون، كان بيسجل لوحده. لقيت تسجيل مكالمة ما بينها وما بين والدتها ان هي عارفة كل حاجة. والله ما ببلع على حد. عارفة حكاية فيديو يعني اصلا؟ لا ده قصة تانية. ان واحد جارهم ابوها حبس مراته 30 يوم،
هي راحت قعدت 30 يوم هناك معاه اللي هو كان عايز يتجوزها قبل انا ما اخدها. وانت ايه ما سالتش عليها قبل الجواز يعني؟ لا كانت مع جايه عمها كان زميل ابويا في الشغل وجت بالصدفه كده رايحين له زياره وهي كانت هناك بالصدفه زياره والدي اتدخل في الموضوع اتكلم فيه وكده زي ما بيقولوا جواز صالونات. وطبعا والدي بقى مش هيسال عليه عشان يعرف عمها معاه في الشغل ويعرفه من زمان فما سالش. طب وانت ما رفعتش ليه قضيه نسب والطب الشرعي يعمل لك التحليل ده ببلاش؟ مش موجوده اصلا انا مش معايا بقى لي 3 سنين ما اعرفش عنها حاجه. انت عارف يعني هما فين؟ ايوه في كفر الزيات. لازم تعرف ما انا عندي بناتي زي الفل واللي مدرسه واللي كذا وكلهم كويسين ومتربيين والحمد لله. بس اللي غرزنا في الجوازه دي ابوه هو كان صغير يعني كان عنده حوالي 24 سنه. حضرتك منفصل عن ابوه؟ انا ابوه اتجوز وسابني لما لقاني ان انا تعبت. اتجوز وسابني وخد اللي ورايا واللي قدامي يا مدام. خد كل حاجه وخد ذهبي وخد كل حاجه. حضرتك عايزه بقى عايزه تعرفي دي بنته ولا لا؟ ايوه انا لو بنته انا عايزاها لو هشحت عليها. لو هشحت عليها وانا اللي هربيها تربيه محترمه زي عبها زي عمتها ما هم متربيين تربيه محترمه. زي ما هم متربيين تربيه محترمه انا هربيها تربيه محترمه. كانت علاقتك بيها ايه وهما متجوزين؟ مراته انا ما كنتش بطالها كويس حتى لما عملت البتر في رجلي يعني عادي معاملتي معاها كويسه. انا معايا ولايه معايا ولايه وعندي بنتي عندها 21 سنه يعني انا برضو مهما يكون وانا وليا انا نفسي ما ارضينيش اظلم حد. بس هي ما كانتش بتقعد كان يجي على غفله يلاقي يا مدام ما تخلينيش اتكلم. اخته جت على اختها جت على عطله بالقميص النوم وعايزاه يا مدام الله يخليك ده ما فيش رحمه في قلب البني ادمين. اساليه هو يقول لك. ورغم كده رغم ان ابوها مديها له على اسم بنت بنوت ماشي ومكتوبه في عزيمه الجواز بنت بكر وربنا ستر حاليه وعملنا اللي يرضي ربنا. ما هنش علينا ويا ريت. انت عايزه الحكم المحكمه يتنفذ يعني عايزه البنت. انا مش عندي البنت هو حر في الحكم ينفذه ما ينفذوش ده شيء يرجع له. انا عايزه البنت اشوفها دي بنتي ولا لا. بنتي هاخدها مش بنتي بقى ربنا يتولاها برحمته هما بقى يتصرفوا. بس لكن نرمي لحمنا لا احنا ناكلها واحنا نصرف عليها واحنا نعلمها واحنا كل حاجه. اما كده ما ينفعش ما احناش عارفين ناخد حق ولا باطل مع الحكومه. مش عارفين ننفذ حاجه ولا ناخد البنت ولا نحللها ولا معانا فلوس نحللها ومش شايلينها في نفس الوقت. نجيبها ازاي؟ امها قادره ابوها كده لا مؤاخذه هي الام اللي قادره. شوف طيب ويا ما جالنا يا مدام رام تليفونات علشان خاطر ان احنا نخرب البيت. قلت له معنا ولايه ومعنا ولايه انا ما معنيش حاجه تثبت بالكلام ده. وبهدلتهم وعملت اللي عملته وابني بقى من يما وانا من يما نصد التليفونات ما فيش فايده. وبدل الراجل كام راجل وقابوا واحد منهم حلف لي 60 يمين اني قعدت شهر وهي على ذمه ابني في قلب بيته. ليه؟ والله اقول لك ايه ابوها اخر مسطره وبيت منبع اصلا ومسكته بهدلته في التليفون. يعني بيجيله تليفونات من اول الجواز. طب وهي ايه صالح التليفونات دي؟ يعني لو هي ست مش كويسه ايه صالح التليفونات دي انها تيجي؟ طيب حد عايز يوقع. طيب والفيديو هل فعلا فيديو اتحط على الانترنت كده يكتشف ان دي مراته كده فجاه؟ و
وهو يعني انا مشفقة عليه لان هو جاي متبهدل وزعلان قوي وبتاع. بس ايه قصة الفيديو الغريبة دي؟ يعني تخيل تتفرج على فيديو على اليوتيوب فتتخيل ان هي مراتك. وعايز سعيدة تبعت له، يعني في حد عايز يخرب عليك عشان تسيب مراتك من اول الجواز. تليفونات يقولك مش عارفه ايه، وغير نمرتي برضو يوصلوا لي. الناس برضو اللي بتخرب على الناس دي غريبه قوي. يعني انا قابلت كميه ناس مقعتيه في موضوع الجواز ده، وكلها بتبقى ديول علاقات فاتت. يعني انا ضد الانتقام وضد ان حد يقعد يجري ورا حد. يعني انا سي النهارده مثلا ان انا جوزي اتجوز عليا، والله العظيم بكلمكم من قلبي، او خني، عندي حل من الحلين. يبقى انا اقدر الظروف كده، هي نزوه مثلا، ولا كنا متخانقين فنزل يروح يعمل اي حاجه، ولا اصبح متصابي فجاه مثلا فاغفر له، ولا هو راجل انا مش مالية عينه فهو حب حاجه تانية او حب يغير فمع السلامه. هل انا بقى بعد ما يعمل كده هروح انتقم منه مثلا، او لو اتجوز واحده تانية افضل اخرب عليه واكلمه في التليفون واقول له كذا وكذا؟ اكيد لا، اكيد لا. فانا عايزاك بس تراجع نفسك كده وتشوف ده حاصل ولا لأ. وتاني هقول لكم ايه اللي يوصل لكده. هتتجوزك ليه ما هي عايزة تخونك؟ ليه؟ يعني الراجل قلنا ما بيكفيهوش واحدة، وبيبقى معاه البيضة عايز السمرة، ويدور في دفاتره القديمة لصاحبته القديمة بعد ما يزهق من مراته، ويعمل مش عارفة ايه. الراجل تكوين وكده، لكن الست لا، الست لا. لو اختارت راجل يعني هتفضل معاه. يعني مفيش ستات بتخون جوازاتها؟ لا، بتخون جوازاتها بس بعد سنين طويلة، ويبقى الراجل اهملها لكن من اول الجواز كده.